ونحن يا جماعة بنشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، لأنه ما في نعمة أعظم من النعمة دي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا قول الله تعالى. فنعمة الدين ونعمة الإسلام أعظم من نعمة الصحة والعافية والأرزاق الدنيوية والأموال والأبناء والزوجات وغير ذلك من النعم التي تزول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وما في عمل يا جماعة بتقدموه أعظم من الدعوة إلى الله تعالى إذا وفق الله العبد لذلك، لأن الله جل وعلا قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله سبحانه وتعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.